هتبقى دي حلوه قوي والله. طيب يا حبيبي والله العظيم الله يكرمك، حبيتها صح؟ طيب صح، اقلبي بحضرتك الدنيا، خليني يعني اللي يسمعني يقول عليا مثلا ماجدة الرومي، عبد الرحمن هو خدوه مني يا جدعان، بقى انا تعب ربي زمان ومنا تاخدوه على الجاهز. بس ايه حصل ايه؟ ده انا وحشه قوي، يا نهار اسود. طب ده ولا حاجه، ده جيله.